جزاكم الله بالخير للجميع. انت معينته لا هم لكم. انت معينته انت معينته بالعاسي جماعه الخير. انا بالعاسي طال عمرك كلمني امس يقول من الاحد الخميس انا معكم. هذا اللي سمعته منك امس بس. لا المغرب متصل على ايوه عطنا يقول الليله بالمزرعه وين من اسبوع مريع وبالدسكره. انت تقول بالدسكره وهذا يقول المغرب متصل على يقول كل اسبوع بهذا كل اسبوع وانا قاعد عندكم ان شاء الله. وانا مكلمني امس قايل اسبوع كامل الاحد الخميس وين متواجد انا معكم. وانت يا ثامر والله انه حملها من شوي ابو بالله والله هي حطها بالدسكر امنا بالله واتكلنا عليه والله وجه الصروق ما تشوفه ممس. انا اشوى اني كنت مصورك اول انك ساحب من عينه مرتين وهذه الثالثه ابشر بابا ما نبي لك حق الحين نبي فراقك صدق ايوه لا ابشر ابشر والله العظيم هي النيه انا ما قلت لك اسبوع وانت ما قلت لك خلاص المغرب لا تشغلك الدنيا يا بالعاسي الله بالقران الله سبحانه وتعالى يقول الهاكم التكاثر لا تغرك الدنيا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لا تلهيك الدنيا بس كهل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد ريح نفسك ريح روحك يا اخي وناس انا انطر معاك متع روحك يا خاي يا خاي شو علمه هذا شوف مقطع كراع اصلا اللي يعرفه بالعاسي شخصيا ما يصدق ان هذه جلسه يدري انها ما عندنا كراعه والله سواق تريلا بعد بعرف انا بعرف انت على ما شاء الله متمغط وكيف تسوق تريلا كيف تحكم تدري شلون انت يمس 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 انا جلستي بالتريلا هذه طيب ها احنا نجلس على كرسي حلو هذه الدعسه ها اقسم بالله اني من اخرس الخط مستقيم ما به يمين يسار شو تسوي اني شو يجيك مخرب والله العظيم اني حط تك تك واحط جوع على الطاره وبس كذا وانا ودي قدامه هذا جواري يروح ويرجع يروح وانا عارف انا اجي دبكات مشغل والله العظيم انك باين باين ما يتخرب لها اربع مراوح هذه وش هي هذه؟ طيارة اليوم برمسان ايوه تهول لها اربع مراوح وطر صوتها هم انه بالله كبايرة يا رجل كبر قصر الليل وشلون صوته صوته هين كبايرة شلون انت ما اقدر اقول ما اطر طر وش هي؟ انا تلوني والله مع السالفة ولا اني معها تخبر واحد يقول شلت راحوا للرياض قالوا اللي ابغى تدري الربع هم بالرياضة يقول بغيت تدري من الربع في أحد من الربع بهذا بس خلت مر طيارة تفتولها متهولي منها فأنت منهم يا هزاء أنا منهم يا هزاء أنا كبايرة هاي كبايرة وش كل العيال بحصوا الجيب ما لقوا العذروب وش العذروب تسمع بسم الله منك اسمع يا اسمع باب بخن ركز باب بخن اسمع 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 تسمع او صاد راح 120 يرعيه 200 120 يرعيه 220 لا لا ترفع دقيقه والله كان 220 لا ترفع هسه 220 والله هذا حد صدق اي والله طلب والله ايش اسمه هو والله يا الدسكره يا تدري ايش الدسكره اصبر تدري الدسكره بالرياح بس انت تعرف ايش الدسكره وشي والله اسمع هذا يقول علمه ايش الدسكره ايش الدسكره تعال هذه بطن التيدر هذه خاصه ما تحمل الاحمر احمر الغنميه بعد الحين وانا مع ها شوف انا مثل الرجال الغنميه اقول العام كنا نسولف بالدسكره ها راح واحد الله يستر عليه راح الله يستر عليه راح صور لي مطبخ جاء جلس لقى عادي درج هو يصور لي قال محمد ما شاء الله الدسكره هذا تهبل هذا مطبخ الله يرضى عليك الدسكره وانا اروح اصور له الدسكره وهم يحملون بعض قال الدسكره اللي تشيله صغير والله العظيم بيني صدمه والله والله تدري ايش يقول والله شفت لا حكه بسيطه هذه مشي لا مصدوم ومسحوب شفت وشرطه اذا ما مشفوط شفت اعطيك معلومه ايه؟ شفت البوسه هذه ايه؟ طيحت من قيمتها 10000 ريال البوسه والله يا الله اسمع رايح للرياضه بعلمك رايح للرياضه اسمع شلون يا امر يا مهندسي الرجال حد اللي مبلغ عالي بس باقي مربعات تصير دفتر رياضيات اسمع رايح للرياض وانا عند القصيم يكلمني يسمع يكلمني الرجال زحمه الرياض قال اسمع الموتر جت بوسه بوسه اسمع وطيح من قيمتها 10000 ريال يا شوف والله يا رجال انه مشفوط شفت ماني خبي ارش انا ما ارش خله كذا عادي اسمع قل ارجع امشي من الدسكره حقتك يلا وراك حمل يلا اركب الدسكره عند الدسكره المره الجايه ايش قصدك اصبر وش قصدك اركب الدسكره هي مرياع دلدل اشوف اللي مرياع مو هذاك لا لا ربع لا جي مرياع بعدين مرحم شوف شوف هذه ترحيم ترها
هذا ترهيم شرط، شوف لو انه وكالة ما تفتح. عذرب وقت عذرب. ركب الدسكرة. شخصية ذي يا سعد ذي يا اخي، لو جاء عج ما طارت يا اخي. هذا مدبسة تدبيس في الغراب مصلحها، لو جاء هوا ما تطيح. ما شاء الله مرتبها يا اخي.